الجنرال الأحمر يسلم ما بعهدته من سيارات ومعدات عسكرية لوزارة الدفاع وبيان رسمي للداخلية بشأن مواجهات حدثت بين الحزام الأمني وعناصر إرهابية في الضالع. كل التفاصيل بعد الفاصل. قالت وزارة الدفاع في حكومة الشرعية أن نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن الأحمر سلم اليوم عهدة من السيارات والمعدات والدوريات العسكرية إلى رئاسة الأركان، وذلك بعد نحو شهر على إقالته من منصبه بموجب مرسوم رئاسي للنقل السلطة إلى مجلس قيادي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبا التابعة للشرعية أن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز تسلم عهدة الفريق الأحمر بحضور رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء عبد العزيز الفقيه وكبير خبراء العمليات المشتركة اللواء عبد العزيز الشميري. كما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي سقوط 10 قتلى في مواجهات بين قوات الحزام الأمني وعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة الضالع جنوبي البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي أن قيادة الوزارة تنعي استشهاد 3 من منتسبي قوات الحزام الأمني بمدينة الضالع أثناء مواجهة عناصر الإرهاب داخل أحد معسكرات الحزام الأمني. وأشار البيان إلى أن المواجهات جاءت بعد أن تسللت مجموعة من تنظيم القاعدة الإرهابية من مديرية جبن التي تسيطر عليها قوات الحوثي.